جعل الله من الماء كل شيء حي، فإذا صارت الأرض خامدة هامدة أقرب إلى الموت أنزل الله عليها الماء فتهتز فرحا بالحياة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ماذا يخبرنا علم دراسة التربة عن مكوناتها؟ تقع التربة بين الغلاف الصخري للأرض والغلافين الهوائي والمائي، ولذا فهي خليط من المعادن والمركبات الناتجة عن التفاعل بين هذه الأغلفة الثلاثة. تمثل التربة ذروة التفاعل العضوي بين علوم الأحياء والأرض، إنها البشرة الحية لكوكب الأرض. تتكون بنية التربة من 50% من المواد الصلبة و50% أخرى هي في الواقع مساحات فارغة، إنها مسام التربة المملوءة بالهواء وبخار الماء وبكمية صغيرة من الماء السائل. وفي حقيقة الأمر فإنه في هذه المساحات تنمو وتزدهر الكائنات العضوية الحية التي تحافظ على تدفق المغذيات وتنظم الوظائف وتقود التربة في النهاية إلى الفاعلية والإنتاج، ومن ثم تحقيق فاعلية وصحة النظام البيئي بأكمله. يحتاج النبات إلى المساعدة من داخل التربة، فيمتد بجذوره باحثاً عن شركاء في الحياة، فتقوم الفطريات بتوصيل الماء والمعادن إلى النبات لكي يحيا، وفي المقابل يقوم النبات بضخ السكر الجلوكوز إليها لكي تتغذى وتنمو. وفي مقابل الطعام الذي يوفره النبات لها تقوم البكتيريا بإنشاء نظام دفاعي محكم لحماية الجذور من مسببات الأمراض. أما الفطريات فتقوم بما لا تستطيع الجذور ولا البكتيريا القيام به ولا الوصول إليه، فتمد خطوط اتصال حيوية بين الجذور وتنشئ نظام توصيل وتشبع فعال. هذا هو ما يحدث. تمتد الجذور في الأعماق، ولكنها تعجز عن الوصول إلى المسام الدقيقة للتربة، حيث يوجد الماء والمعادن التي يحتاج إليها النبات. في هذه المسام تنمو الفطريات التي تبادر إلى إنشاء شبكة معقدة من الخيوط الرقيقة لكي تتشرب بالماء والمعادن من الحديد والكالسيوم لتوصلها بيسر إلى الجذور. شبكة من الخيوط تمتد لألف متر، يمكن تجميعها في ملعقة شاي واحدة من التربة. يستقبل النبات غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو في ضوء الشمس. ثم يقوم بتحويله إلى كربوهيدرات من خلال عملية التمثيل الضوئي. وما أن يتم ذلك تصبح الكربوهيدرات متوفرة كجزيئيات تغذي وتنمي الكائنات العضوية الحية داخل التربة. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة أكسجين سالبة الشحنة مع ذرتي هيدروجين موجبتي الشحنة، مما يجعل جزيء الماء غير تام التعادل كهربياً، فإذا نزل على التربة تتفاعل معه كهربياً فتهتز وتربو. وكذلك تتفاعل المعادن الصلصلية الغالبة على تكوين التربة عندما تتشرب بالماء، فتهتز مكوناتها ويزيد حجمها وترتفع بالتربة إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة، فتنشق عن سويقة النبتة الصاعدة من داخل البذرة المدفونة،
وتحمل الرياح والطيور والحشرات والكائنات الدقيقة إلى التربة بذور نباتات وحبوب لقاح وجراثيم، وعندما ينزل الماء على التربة تتشبع به تلك البقايا النباتية، خاصة القابل منها للإنبات كالبذور، فتنشط أجنتها وتتغذى على المواد المذابة في مياه التربة، وتنمو وتندفع جذورها إلى أسفل، بينما تندفع سويقاتها إلى أعلى، مسببة اهتزازات عنيفة لمكونات التربة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.